شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا فيما مضى حول وسائط الفيض الإلهي، وقبل أن نتحدث في هذا اليوم حول شرائط الفيض الإلهي، لابد أن نشير إلى مبحث، وهذا المبحث هو أن الرحمة الإلهية على نوعين. النوع الأول الرحمة الرحمانية، والنوع الثاني الرحمة الرحيمية. كلمة الرحمن وكلمة الرحيم نكررها نحن في كل يوم عدة مرات. إن تلاحظوا الصلاة الواحدة التي نصليها نكرر كلمة الرحمن وكلمة الرحيم 6 مرات في الصلاة الواحدة، لأنه عندما نبدأ الحمد نبدأ الحمد بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وعندما نبدأ السورة أيضا نبدأها بالبسملة. والمرة الثالثة الرحمن الرحيم آية في سورة الحمد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية أيضا كذلك. فالصلاة الواحدة تحتوي على كلمتي الرحمن والرحيم 6 مرات. في الصلوات الخمس كم يكون العدد؟ 30 مرة، 6 مرات في 5 صلوات. نحن نتلفظ بهاتين الكلمتين 30 مرة في كل يوم.
ناهيك عن البسملة المستحبة، لأن من المستحب أن الإنسان يبدأ كل عمل، مو فقط العمل الذي هو ذو بال الأعمال المهمة، حتى الأعمال المتواضعة. يعني تريد أن تشرب الماء، تبدأ ذلك ببسم الله الرحمن الرحيم. تريد أن تجلس، تقول بسم الله الرحمن الرحيم. تريد أن تقوم، تقول بسم الله الرحمن الرحيم. تريد أن تتكلم، تقول بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: وينبغي الافتتاح بالبسملة في كل عمل صغير أو كبير، لا فرق في ذلك. هذه الرواية نقلها العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار. كل عمل يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. هذان المفهومان، مفهوما الرحمن والرحيم، ماذا يعنيان؟ الرحمة الإلهية نوعان. النوع الأول الرحمة العامة، الله سبحانه وتعالى له رحمة عامة، هذه الرحمة لا حدود لها، لا تختص هذه الرحمة بالمؤمن، تشمل المؤمن وتشمل المنافق وتشمل الكافر. هذه الرحمة لا تختص بالمطيع فقط، تشمل المطيع والعاصي أيضا. في دعاء رجب نقرأ: يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. الذي لا يعرف الله، الذي يقول بأن الله مو موجود، الذي يقوم ضد الله ويقتل أنبياء الله، الله سبحانه وتعالى لأنه معدن اللطف ومعدن الرحمة ومعدن العطف، ماكو هنالك شح، ماكو هنالك بخل في تلك الساحة المقدسة، الله يفيض عليهم من رحمته. من الذي خلق هؤلاء؟ من الذي أوجدهم؟ إذا لم تكن هذه الرحمة الرحمانية، لم يكن الوجود يفاض على هؤلاء، لم تكن الكمالات الوجودية تفاض على هؤلاء، لم يكن الرزق وما أشبه ذلك يعطى لهم يوما بيوم. هذه هي الرحمة الرحمانية التي وسعت كل شيء. في يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى كشف لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ملكوت السماوات والأرض. إحنا محجوبين، نحن لا نشاهد إلا هذه الظواهر، لكن فيما وراء هذه المظاهر أكو هنالك عوالم أخرى متداخلة في هذا العالم إحنا ما نشوف. هذه العوالم بالنسبة إلينا تعتبر غيب، غيب يعني مجهول، يعني لا نشاهده. القلب إذا صفى، القلب إذا كان طاهراً، الله سبحانه وتعالى يكشف لهذا القلب عوالم ثانية.
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. ولكن هذا القلب الذي لوثته المعصية يصبح مثل المرآة التي عليها الصدأ. المرآة التي عليها الصدأ هل تكشف شيئاً؟ لا. نحن قلوبنا غالباً أصبحت صدئة، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله سبحانه وتعالى كشف له ملكوت السماوات والأرض. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ألقى نظره، رأى رجلاً وامرأة يعملان المنكر. إبراهيم تأثر كثيراً، أكو في الأحاديث أن إبراهيم كان رجلاً غيوراً ويتأثر. أكو طريق الحلال، ليش واحد يروح إلى طريق الحرام؟ إذا ما كان طريق الحلال، خوب واحد يقول أنه ما عندنا طريق، ولكن طريق الحلال موجود، ليش واحد يروح إلى طريق الحرام؟ الطعام المحلل موجود، ليش واحد يروح إلى الطعام المحرم؟ الكسبة الذين لا يتعاملون بالحرام في السوق ماتوا جوعاً؟ شفت واحد متقي في السوق مات من الجوع؟ إلا واحد يكذب 100 مرة في كل يوم حتى يحصل على دينار أو دينارين؟ إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه تأثر، قال: اللهم أهلكهما. الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة أهلك هذا الرجل وتلك المرأة. إبراهيم تطلع مرة ثانية، رأى رجل وامرأة على الحرام أيضا. حقيقة الآية تقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا هو الظاهر، فكيف بالباطن؟ أيضا دعا عليهما فهلك. في المرة الثالثة رأى أيضا، دعا عليهما فهلك. في المرة الرابعة عندما هم بأن يدعو الله تعالى، الله سبحانه وتعالى أوحى إليه: كف دعوتك يا إبراهيم، لا تدعو عليهما بالهلاك. فكف إبراهيم دعوته. قال الله سبحانه وتعالى: إني أنا الغفور الرحيم، لا تضرني معصية من عصاني ولا تنفعني طاعة من أطاعني. أتركهم، هذه الدنيا دنيا اختبار، الله سبحانه وتعالى أعطانا كم يوم حتى ينظر كيف نعمل. أتركهم، هذه الدنيا مو دنيا أخذ، وإنما دنيا مهلة، وسوف تنتهي هذه المهلة ويصل كل شخص إلى جزائه. هذه هي الرحمة الرحمانية، الرحمة التي تلاحظ الإنسان على المعصية. ولكن الله سبحانه وتعالى نقرأ في الدعاء: غرني سترك المرخى علي. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني الرحمة الرحيمية. لمن تكون الرحمة الرحيمية؟ الرحمة الرحيمية مو لكل واحد، مو لكل شخص، لأشخاص وفروا في أنفسهم القابلية. إذا واحد وفر لنفسه القابلية، سار في هذا الطريق، الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من تلك الرحمة الخاصة. وإذا واحد ما سار في ذلك الطريق،
الله سبحانه وتعالى لا يفيض عليه من تلك الرحمة. هذه الرحمة الثانية هي الرحمة المهمة، يعني الذي يسعد الإنسان في دنياه وآخرته، هذا النوع الثاني من الرحمة، الرحمة الرحيمية. كيف نحصل على هذه الرحمة الرحيمية؟ الرحمة الرحمانية الحمد لله كلنا متنعمون بها، كل نفس نتنفسه رحمة من جانب الله علينا، ولكن هذه الرحمة الرحيمية، الرحمة الخاصة التي اختص الله بها بعض عباده، يحتاج إلى ماذا؟ هنالك مجموعة من الأمور. أحد هذه الأمور التعرض للرحمة الرحيمية. التعرض جدا مهم. الله سبحانه وتعالى يعلم، يا من يعلم حوائج السائلين، يا من يعلم ما في ضمير الصامتين. الله ما يحتاج، ولكن التعرض للرحمة، سؤال الرحمة، التذلل إلى الله، هذا يوفر في نفسك هذه القابلية. يعني هذا القلب مو قابل، السؤال، التضرع، التعرض للرحمة الإلهية يوفر في نفوسنا هذه القابلية. وإذا وجدت هذه القابلية، الله سبحانه وتعالى يفيض علينا. أكو هنالك رواية، حقيقة هذه الرواية تهز الإنسان. تقول هذه الرواية: يؤتى بعبدين في يوم القيامة، عملهما متساوي من جميع الجهات. هذا كان يصلي النوافل، ذاك أيضا يصلي النوافل، هذا يصلي صلاة الليل، ذاك يصلي صلاة الليل، هذا يتصدق على الفقراء، ذاك يتصدق على الفقراء، هذا بنى حسينية، ذاك أيضا بنى حسينية، ولكن بعد الحساب والكتاب يوضع أحدهما في درجة في الجنة ويوضع الثاني في درجة أعلى. طبعا الدرجة في الآخرة نحن لا نعلم ما هو مفهوم الدرجات. درجة يعني شنو؟ نفهم معاني إجمالية. في الرواية أكو بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والنجوم البعيدة. هذا المثال لعله أيضا لمجرد التقريب، وإلا نحن لا نستطيع أن نتصور الآخرة. هذا العبد يتعجب، يقول: يا الله، كان عملنا واحدا في هذه الدنيا، ليش ذاك إلى تلك المنزلة وأنا ما عندي تلك المنزلة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: لأنه سألني ولم تسألني. هذا هو الفارق، السؤال من الله، هذا إلى موضوعية في حد ذات، التضرع إلى الله، التعرض للفيض الإلهي، هذا مؤثر جدا في صنع القابلية. إذا أردت أن تكون غنيا فقل: يا غني. الأوراد المعينة يقولون كل اسم من أسماء الله يستشفع به ويتوسل به لما يناسب تلك الصفة. إذا واحد يريد أن يكون غني، الصفة التي تناسب الغنى: يا غني، قل يا غني في كل يوم 100 مرة، 1000 مرة، 100,000 مرة، بقدر ما تتمكن.
إذا أردت أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك فقل يا غافر وكرر هذه الكلمة. إذا أردت الشفاء كرر كلمة يا كافي عدة مرات في كل يوم حتى يكون ورد، هذا مؤثر. إذا أردت كل حاجة من حاجات الدنيا والآخرة فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، تعرض لهذا الفيض. الله سبحانه وتعالى فيضه متاح، فيضه مباح، ولكن يحتاج إلى تعرض. تعرض لمعروفك المتعرضون، هذا هو الشرط الأول، التعرض للفيض الإلهي. الشرط الثاني الانقطاع. مرة واحد يقول يا الله، ولكن فكره لاح وقلبه ساح. هذه يا الله تؤثر ولكنها قليلة الجدوى. أما إذا انقطعت إلى الله، قطعت كل شيء، فرغت قلبك من كل شيء وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الانقطاع يؤثر في الفيض وفي الرحمة الإلهية. أنقل هذه القضية عمن شاهد هذه القضية بنفسه. يقول أحد المؤمنين، يقول كنا نذهب مع الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله تعالى عليه قبل عدة أيام في أيام الفاطمية الأولى، مرت علينا ذكرى وفاته، ولد في يوم ميلاد الزهراء صلوات الله عليها، وتوفي في يوم وفاتها، واسمه عبد الزهراء، وقضى عمره في خدمة الزهراء وخدمة أهل البيت صلوات الله عليهم. يقول كنا كل يوم ساعة ثنتين نأتي ونأخذ سيارة ونذهب بها إلى مكان بعيد كان يقرأ هناك الشيخ في كل يوم، لا أتذكر اسم تلك المنطقة التي ذكرها. يقول في يوم من الأيام كان عنده ابن، هذا الابن تمرض مرضا شديدا وأشرف هذا الابن على الموت، لم تكن بينه وبين الموت إلا خطوات، بعد كان مأيوس منه. يقول إحنا قلنا اليوم حتما شيخ عبد الزهرة ما يجي، ولكننا ذهبنا إلى المكان الذي كان يركبه حتى إحنا نروح لتلك المنطقة. يقول في الساعة الثانية ظهرا وقفنا في ذلك الموقف وإذا بالشيخ عبد الزهرة يأتي. يقول إجا وقعد في السيارة، وبمجرد ما جلس أغمض عينيه وأخذ يدعو. بس شنو كان يقول؟ كان يدعو. يقول غمض عينيه ولم يكلمنا بعد ذلك بكلمة مسافة طويلة. يقول وصلنا إلى جسر، عندما السيارة أرادت تعبر من ذلك الجسر الشيخ فتح عينه وإذا بعينه تقع على القبة المطهرة لأمير المؤمنين. يقول نظر إلى قبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وتمتم بكلمات. شنو هذه الكلمات؟ هل قال للإمام صلوات الله وسلامه عليه إنني كنت في خدمتكم خلال هذه المدة الطويلة؟
وأطلب منكم هذه الحاجة. شنو قال؟ لا نعلم ما الذي قال. يقول تمتم بكلمات وجرت دموعه من عينه ثم مسح الدموع من عينه. السيارة تجاوزت الجسر. يقول عاد إلى حالته الطبيعية. أخذ يكلمنا بشكل طبيعي جدا. أي قلق أي اضطراب ما عنده. يقول احنا مرحنا وقال لي ان ابني عبد الحسين ما علي شيء. يقول احنا مرحنا وقرأ مجالسه في تلك المنطقة البعيدة ثم عاد. يقول احنا قلوبنا مضطربة الآن نصل الى البيت. ماذا يحدث؟ شنو يصير؟ يقول أنه في الساعة الواحدة ليلاً وصلنا إلى بيته. يقول دخل في البيت فتح الطريق قال تفضلوا. يقول دخلنا وإذا بابنه عبد الحسين جالس ويتعشى. يقول القضية جداً كانت عجيبة عندي. مو عجيب، لحظة واحدة من الانقطاع، لحظة واحدة من التذلل والتضرع تكفي لكل شيء. أحد الخطباء يقول واحد تاجر في إحدى بلاد الخليج دعاني، هو مو شيعي من خط آخر. يقول قال شيخنا تعال اقرأ لي قراية. يقول أنا تعجبت أنه واحد من خط آخر أقرأ القراية بأي مناسبة. يقول رحت عنده، يقول قبل ما أصعد قال شيخنا اقرأ لي قراءة الزهراء ولكن بنفس الشكل اللي تقرؤ في مجالسكم، لا تغير لا تحذف بعض المقاطع، نفس الأسلوب اقرأ. قلت ما يخالف. صعدت فوق المنبر وقرأت في منزل ذلك التاجر قراية، وبعدين نزلنا وأطعم إطعام للحاضرين. يقول أنا تعجبت، قلت له شنو شأن هذه القراية؟ يقول كان عندي التاجر الخليجي، يقول كان عندي ابن، في يوم من الأيام اجيت للبيت وإذا بالأم تصيح وتصرخ. اجيت شفت الابن الوحيد، شفت أنه هذا الابن عيونه جاحظة، وجهه مسود ويكاد أن يختنق. يقول أنه قلت شنو القضية؟ قال أنه هذا بلع شيئا وهذا الشيء أخذ مكان التنفس ماله، الآن يموت. يقول وديته إلى المستشفى. المستشفى قالوا إحنا ما نقدر، إذا تقدر بسرعة وصله إلى إحدى البلاد الأجنبية. هو متمكن، يقول بسرعة أخذ الطائرة وذهبت إلى ذلك البلد الأجنبي أنا وزوجتي وهذا الابن الوحيد. ابن في هذه الحالة الآن سوف يموت. يقول رحنا إلى هناك، الطبيب قال لي هذا إذا يبقى في هذا المجرى سوف يموت 100%. العملية احتمال نجاح أقل من 10%. نسوي العملية أو ما نسوي؟ يقول قلت أنه ما عندي طريق. يقول سوي العملية وفوض أمري إلى الله. قالوا وقع. أنا ما أخذت، وقعت أنه الطبيب ما علي مسؤولية. يقول ودوا الطفل إلى غرفة العمليات وزوجتي تبكي وأنا في أشد حالات القلق. يقول بعد لحظات أو دقائق وإذا بالطبيب يركض يهرول. يقول أنا أسقط في يدي أنه انتهت القضية. يقول أنه أنا رحت وإذا أشوف الطفل قاعد وما علي شيء. يقول الطبيب قال لي صاير عمل غيبي،
هذه القضية لا يمكن تفسيرها بأي ميزان علمي. هذا الطفل قبل أن نخضعه للعملية قح هذا الشيء خرج، وهذا من الناحية العلمية محال. هذا تدخل غيبي، هل صنعت شيئاً؟ يقول: قلت له: هل سمعتم بمحمد؟ قال: نعم. مسيحي هو؟ قلت: إن لهذا النبي ابنه اسمها فاطمة. هذا في تلك اللحظات، لحظات الاضطراب، فورا يتذكر أنه الشيعة يتوسلون بفاطمة. في تلك اللحظات يتوسل لحظات، لكن لحظات بانقطاع، دعاء الغريق، يتوسل بفاطمة ويلتجئ إليها، يقول لها: إن الشيعة يقولون بأنك لك مقام عند الله، لك قرب عند الله سبحانه وتعالى، اشفعي لي عند الله ونذرت الإقراية. يقول: قلت إنني توسلت ببنته وهذا أثر ذاك. قالوا: هذا معقول، معقول أنه قضية غيبية هي التي أنقذت هذا الإبن، وإلا تفسير طبيعي ماكو لهذه القضية. الحقيقة هؤلاء مظاهر لطف الله، مظاهر رحمة الله. في هذه الأيام ينبغي علينا جميعا أن نساهم في تعظيم هذه الشعائر بكل ما يمكننا، لعل الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا بلطفه ورحمته. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.